مراحب يا الحبايب. طبعا انا مسكر الشبابيك كالعادة، بس مع ذلك قاعد بسمع صوت هديل الحمام، ما بعرف اذا بوصل لعندكم ولا لا. وهذا الصوت بذكرني بشغلات كثير. احد الاشياء اللي بذكرني فيها بيت شعر ناسي لاي شاعر، بس بيقول أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتاه هل تشعرين بحالي؟ وأنا يعني أطرب لصوت هديل الحمام. في هاي المنطقة بتسمع صوت هديل الحمام، بتسمع تغاريد عصافير. طبعا إخوان مش لا إشي، بس هيك يعني إحنا بدناش نضل نسولف بالسياسة والاقتصاد والتياسة والكياسة، لا خلاص بكفي، هنسولف سواليف عامة. طرب ما هيك، الشباك اللي في غرفتي هاي بطل على شجرة أو أشجار، فأنا كثير مرات في هذا الوقت بكون قاعد بكاس الشاي كالعادة إيرل جراي، واقف عند الشباك، فاتح الشباك طبعا، بسمع لصوت هديل الحمام، بطلع على الشجر، على الخضار، على خضار الشجر. أنا بموت بخضار الشجر وبسرح، والشايات باليد، يا سلام على بالأحلام، حالة فانتازيا. قلت اللي قالها. لا يعني صدقا بحس أحيانا إني جددت الطاقة، هيك عبيت حالي طاقة إيجابية. تأمل، نظر على خضر، كيف والله نظر على خضر، يعني تأمل هيك بشجرة خضراء، وإذا في هواء وبيحرك الشجرة المشهد بيكون أحلى بالنسبة إلي. يعني حركة الشجرة مع الخضار مع صوت هديل الحمام، مرات بلقط عصفور جاي على الشجرة بظل أطلع فيه. وصدقوني مرة من المرات قلت له للعصفور، قلت له اسمع، ولا أنت عايش أحسن مني ترى، كيف أنت ما فيش وراك لا عر ولا هموم ولا سخام البين اللي لوطك. لا بس صدقا يعني اشي فخم لهم. شوفوا اخوان، احيانا بقعد الانسان مثلا بكون عايش في مكان معين، بشوف مكان معين على التلفزيون بقول اخ لو اني في هذاك المكان، تمام. بس انت لما تروح على هذاك المكان بصير تقول ايه المكان اللي كنت فيه احسن. إذا بتكون نصيحة أخوية بعد التجربة وبعد الشيبات هذول على راسي وبعد الشعرات اللي كتن على راسي، دائما فكر بالإشي اللي حواليك، فكر بما تملك لا تفكر بما ينقصك. وأنا بتذكر عملت فيديو أوائل عشرات الفيديوهات، يعني عملت فيديو عن هذا الموضوع، إنه طبعا عممته على مستوى السلطة، يعني إنه إحنا نفكر بالإشي اللي بنملكه. أنا ممكن أعرق بأي لحظة، فأتحمل أعراقي وقرفي لانه انا مسكر الشباك زي ما قلت لكم. مربط الجحش يعني المقدمه اللي قدمت لك اياها اخي المشاهد، عزيزي المشاهد، اختي المشاهده، عزيزتي المشاهده، اول شيء بتقضى بكاس الشاي زي هيك، بتقضى بكاس الشاي زي هيك، بتاخذوا كشافه، بتقولوا يا سلام ولا بالاحلام، وبعدين فكروا باللي بقول لكم اياه، فكروا بما تملكون لا تفكروا بما ينقصكم. طيب شفتوا قرعة الأردن، مجموعة الأردن، قرعة تصفيات كأس العالم الدور الجاي المرحلة الثالثة عن قارة آسيا من مجموعتنا؟ يعني القرعة بتقول لأي حدا عندك ثار مع الأردن يلا روح خذه. حطوا العراق معنا، وأنا كنت أصلي ليل نهار إنه العراق ما يجي معنا، مش لأي شيء، لا لا مش خوف، لا لا يروح فكركم بعيد. لا الفكرة وما فيها انه انا بحب العراق صدقا بعشقه، اما في كم من حدا يعني بتفلسف وبتفدلك وبسب وبغلط وبشرق وبغرب، ماليش فيه، لا يمثل العراق اللي انا بعرفه ابدا، ولا يمثل ال6 سنوات اللي عشتها مع العراقيين. انا ما بنكر انه في منغصات صارت، لا شك، فيش اشي كامل، فيش اشي مثالي، فيش اشي 100%، بس انا عشت 6 سنين في البصرة، عاشرت اهل البصرة، علاقاتي الاجتماعية كانت عميقة جدا لدرجة انهم استقبلوني في بيوتهم، لا بل نمت في بيوتهم، امنوا علي وثقوا في، ساعدوني وقفوا معي،
ما قصروا، عزموني، شاركوني أفراحهم وأحزانهم، يعني خلوني أشارك وشاركوني أحزاني وأفراحي إلى آخره، ما بيحكي أكثر من هيك. ف يعني وأنا من قبل ما أنزل على العراق، من طفولتي يعني حب غريزي عندي للعراق، مش من السهولة إني أجي أنا أتقبل فكرة إنه الأردن والعراق يكون في بيناتهم مباراة إيذر أور، يعني المسألة أو إيذر أور، أنا باللفظ ما حدا يرجعني يعني، بالإنجليزي اللي مطبش ما حدا يرجعني، الله يرضى عليكم، ترى سايق عليكم والله، خلوني بحالي. إيذر أيذر اللي هو قرد اللي يسحب الإيذر والأيذر، إيذر أور المسألة يعني، إما أو يعني. لا ما بحب يعني تكون مباراة ودية بين العراق والأردن، أوكي يلعبوا هيك بدور المجموعات وما حدش يأثر على الثاني، أوكي، بس إنه تصفيات كأس العالم ومرحلة حاسمة نيجي احنا والعراق مع بعض، لا ما بحب صدقا، ما كنت حاب. خلاص الآن أمام أمر واقع، احنا الآن أمام أمر واقع إنه العراق معنا في نفس المجموعة، فأنا أكيد أنا مش راح أشجع العراق يعني ضد الأردن، أعوذ بالله، لا طبعا، بلادي وإن جارت علي عزيزة، يعني الأردن من بلدي وقلبي وكبدتي ورئتي ومعدتي ومصراني كله، ما فيش يعني، ما يعني إشي هذا، خلينا نقول مش بس غريزة، لا إيش مش بإيدك، دمك بيغلي لحاله يعني بدون ما ترفع درجة الحرارة ولا تنزلها. لا شفتوا لي العاطفة، خلينا نشوف ليش في الشيء، كله الحمام هدي. المهم ف اجت معنا العراق اللي طجيناها بآسيا 2024، كحشناها من دور ال 16 او دور ال 80 ناسي، واجت معنا كوريا الجنوبية اللي كحشناها من نصف النهائي، يا حبيبي يعني اللي له ثار عند الأردن يروح ياخذه. واجت معنا عمان، عمان يعني مش هذاك الطار، أول شيء طار قديم يعني أكثر من 10 سنوات يمكن أو أكثر من 9 سنوات، مش هذاك ال يعني عمان لسه ال شوفوا الأردن المباريات الحساسة عادة يعني عادة بتكون بينه وبين العراق، بينه وبين سوريا وإيران، هذول أكثر 3 دول الأردن شوي مبارياته حساسة يعني، سواء على المستوى الشخصي بالنسبة إلي يعني، يعني أنا هسه أقول لي الأردن مع إيران أو العراق أو سوريا، لا سوريا يعني لسه أخف أخف بكثير من العراق وإيران، بس إنه يعني ممكن أتقبل خسارة الأردن من أي فريق في كرة القدم إلا 3، العراق وإيران والكويت، لا يمكن أتقبل الخسارة يعني ولا اني اخسر. خلاص عاد قروشت مخنا يا شف. انا الفكره وما فيها اخوان، مجموعه الاردن بالنسبه للمجموعات الثانيه سهله، يعني انت شيل الاردن من المجموعه هاي اللي هو فيها، حطها مع مجموعه اليابان مثلا، يا حبيبي خوازيق يعني، يعني يجي الاردن مع العراق وكوريا ولا يجي مع اليابان واستراليا ومعهم الصين، هلا لا. والبحرين، البحرين فريق مش سهل يعني، مش كثير إلنا على البحرين احنا، ولا انه الاردن يجي مع ايران واوزبكستان وقطر و لا يعني شيل اوزبكستان، ايران وقطر والامارات مثلا وقرغستان مين فريق الاخير نسيت، كوريا الشماليه، لا المجموعه اللي فيها الاردن بالنسبه للمجموعتين الثانيات سهله لا شك. أكثر مباراة راح تكون هنقول ديربي، بمعنى يعني مباراة حساسة، مباراة جماهيرية، مباراة تشد الأنظار، هي مباراة الأردن والعراق بالنسبة بشكل عام، بس بالنسبة إلي الأردن والكويت والأردن والعراق. أول مباراة لنا مع الكويت هون بعمان، نشوف كيف، 5/9 قريبة، شهرين زمان، ومن هون لشهرين زمان قلت اللي قالها خلص بكفي عاد. قرعة بتقول للي لأي حدا إلك ثار عند الأردن تفضل وخذه، ومعنا فلسطين الشقيقة ومعنا عمان، يعني عمان ما تنسوا أنتم بنفس الوقت، يعني حتى مباراة الكويت والعراق راح تكون حساسة، ومباراة الكويت وعمان مش سهلة، ومباراة عمان والعراق مش سهلة، يعني مجموعة كهيك كتنافس، كتنافسية في تنافسية، بس مش صعوب، مش بصعوبة المجموعات الثانية بالنسبة للأردن، لا المجموعات الثانية في مباريات حساسة، قطر والإمارات مباراة هاي الحالة قصة، الإمارات وإيران
هاي الحالة برضه قصة. تعرفوا إيران محتلة 3 جزر من جزر الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. راح من صدام حسين انتحر وهو يقول للفرس ابعدوا تقربوش بلا عنس سفيلكو إذا بتقربوا عليها، انسحبوا من هالحكي يعني، ودفع العراق ثمن هذا الإشي على فكرة. طيب فنأمل خير، متفائلين يعني. صحيح عموتي راح وإجا مكانه جمال سلامي، أو جمال سلامي ما بعرف كيف لفظ الاسم، مش توقيت مناسب أبدا أبدا، لكن بنحاول يعني. هاي كمان بدنا نحطها في عين الاعتبار، وتلعب مع كوريا بالبداية على أرض كون برضو نقطة لصالحك يعني. احنا نأمل انه الأردن مع العراق في البصرة يتعادلوا على الأقل يعني. خلينا نكون واقعيين يعني، انك تغلب العراق على أرضه يعني احنا ما بنقول مستحيلة، بس صعبة صعبة صعبة، وراح تكون يعني رائع من الرائع جدا انك تفوز على العراق بأرضه، تكسب 3 نقاط من أرضه، يا سلام ولا بالأحلام. وبالبصرة كوريا نفس الشيء، انت تلعب مع كوريا في سيول وتفوز عليها او تتعادل معها، يا سلام ولا بالاحلام، تعادل بطعم مش فوز، بطعم انتصار تاريخي. احنا مش يعني، في حدا بيقول لي لا ما بصير تفكر بالطريقه هاي، لا احنا لازم نكون واقعيين ونشوف. انت مش غلط تكون طموح وعندك روح قتاليه وعندك معنويات عاليه وعندك وعندك وعندك، لكن بنفس الوقت اذا انت ما كنت واقعي تروح تغامر زي ما غامر حسام حسن لما استضفنا الأوروغواي هون. شفتوا الخازوق اللي أكلناه؟ 5-0، مش 3 ولا 4، 5-0، نتيجة الثقة، مش الثقة يعني، الثقة مجنونة، الثقة لا عقلانية. أنت كمان بدك تكون واثق بعقلانية يعني. أنا بشبه اللي ممكن يغامر مع العراق في أرضه أو يغامر مع كوريا في أرضها عبارة عن قمار. بدك تكون عقلاني، تدرس صح كل الأوراق اللي قدامك، تدرس المنتخب العراقي، المنتخب الكوري، المنتخب الكويتي، المنتخب الفلسطيني، المنتخب العماني، أي كل الفرق محترمها. بدك تدرس كل فريق، كل لاعب، كل تكتيك محتمل، كل خطة محتملة، كل تبديل محتمل. بدك تدرس جميع الأمور، وإلا فلا بلا إله. نشف توري أنا ما شوف الشيء. طيب موضوع ثاني من اللي نحكي فيه، موضوع الأمن الوطني. شفتوا سمعتوا قصة ماركة الجنوبية وبعلن؟ أنا مش هحكي كثير في الموضوع، أنا مش متفاجئ ولا مستغرب علي. أنا من زمان كنت أقول للسلطة أنتم متأكدين أنه ما في خلايا نايمة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الفرس؟ اللي بتابع فيديوهاتي حيتذكر كلامي، في فيديوهات كثيرة حكيت فيها عن هذا الموضوع، ونبهنا وطبلنا وزمرنا وصيحنا ودقينا الجرس. مش متفاجئ عادي، لكن من حي بهاي النقطة، من حي الأمن العام، من حي أجهزة أمن الدولة كافة، نحييها والله يعطيكم العافية، وربنا يوفقكم ويكون معكم دائما، ويبارك كل خطوة تخطوها في سبيل حماية أمن الوطن والمواطن. بس أنا مش هحكي أكثر من هيك، واضحة يعني. أنا أول ما سمعت عن الخبر ماركة وربع ليندا، والأول ماركة يعني، دوري تذكرت كلام سموه الأمير ولي العهد الأمير حسين في مقابلة العربية مع طاهر بركة، تذكر شو قال؟ هذا بيعطيك دليل قاطع وبرهان ساطع أن الأمير حسين لم يكن يلقي كلاما على عواهنه، لم يكن يلقي الكلام جزافا. زلمه في عنده معلومات، بيحكي من تقارير. اربط، ارجع شوف المقابلة اللي عملها سمو الأمير حسين مع طاهر بركة في قناة العربية، المقابلة الشهيرة. ركز على جزئية حديثه عن الفرس وعن المتفجرات وعن وعن وعن، ومش راح اسمح لانه اولويتي اني ما اسمح انه الاردن يكون ساحه حرب اقليميه، ومن اتذكر هذا الكلام واربطه مع الخبر اللي صار. مشان اللي طبلوا وزمروا ايه هذا شو قاعد بيخبص عن الامير حسين، لا يا عمي ما كان يخبص، انتوا اللي بتخبصوا، انتوا اللي ما بدكم مصلحه البلد،
ودايرين ورا خازوق يقعد عليه البلد، انتوا اللي بتخبصوا وانتوا اللي ما منكم لا امان ولا امن ولا مصلحة هذا البلد. فعزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، اصحوا. بنرجع وبنقول اي مواطن، اي مواطنة تشعر، تلمس، تسمع، ترى، تحس، شكت في أي شيء مش طبيعي في المنطقة اللي فيها أو في أي مكان هي فيها، خط الصاخب مع الأمن العام، ما تتردد. أنت بتعمل إشي لمصلحتك أنت ولمصلحة الوطن ولمصلحة أولادك وبناتك. ما الشغلة ما بدها سكتة، خبر أول بأول أي إشي بتشك. مش أنت شفت العصفور زام تروح؟ لا، احنا بنحكي بشيء بعقلانية، اشي ضمن المعقول. وجيب دليل اذا بتقدر، جيب برهان اذا بتقدر، قدم لأجهزة الامن، يا عمي في هيك هيك، دوروا بالكم. فحديث سمو الامير حسين ولي العهد ما كان عبثي عن الفرص، ما كان قال لك انا ما بسمح للانفعالات تتحكم فيه، ولا بسمح للتوتر يسيطر علي. زلمه عنده من واقع بيحكي، بلم المعلومات من ارض الواقع، من حيثيات الواقع، ما بدهاش شطاره ولا فحلوه. من زمان قلنا للسلطه انتوا متاكدين انه ما فيش خلايا؟ الظاهر انه السلطه كانت متاكده انه في خلايا نايمه، بس بدها تمسك، او خلينا نقول كان عندها شك انه في خلايا نايمه بس بدها تمسك، بدها دليل، ووصلت للدليل، والدليل وداهم على ماركة ولا بعلندا. أمن الأردن قبل كل إشي فوق كل إشي. وهذول بعض المحللين وبعض المخللين اللي بيطبلوا بزمره، يا أخي ما بعرف، يعني بحس إنه في واحد قابلهم عصا وبطرقهم على الجنب اللي بوجعهم إنه يعني يحكوا ضد الأردن عادي. بس المواطن صار واعي وفاهم ومدرك مين الكذاب ومين الصادق، ومين اللي بده مصلحة البلد ومين اللي ما بده مصلحة البلد. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهانه. الشايات بردنا عشان نسبح. يا سلام ولا بالأحلام، ولك وين رحت يا هديل الحمام؟ اللي بدروا على باريس، واللي بدروا على لندن، واللي بدروا على برلين، واللي بدروا على زيمبابوي، واللي بدروا على عندي هالشجرة هاي بتسوى كل اني من بقيت خلاص. حكينا كثير عن الأمن وما أمن. في موضوع ثالث، موضوع كان نقول ثقافي فلسفي، اللي هو الديمقراطية. إخوان، بالنسبة للديمقراطية، يعني في ناس بتفكر إن الديمقراطية آلية انتخاب ممثل لها في البرلمان. لا يا عمي، الديمقراطية قبل كل شيء الديمقراطية أسلوب حياة. فلسفته أو فلسفة هذه الديمقراطية أنك أنت في النهاية تفكر في الصالح العام، تخدم مصلحة الوطن. ولا ليش في أحزاب متنافسة، في صناديق اقتراع، وكل حزب بيقدم برنامجه، وأني بدي أسوي هيك وبدي أعمل هيك. لما بقول لك أنا بدي أسوي هيك وبدي أعمل هيك، لما تقرأ أنت برنامجه أنت بتقدر تميز أنه هذا البرنامج لصالح أفراده ولا لا. ولذلك الديمقراطية في الولايات المتحدة وصلت إلى مراحل متقدمة جدا كفلسفة تسعى إلى المصلحة العامة للبلد. خذ الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، مهما اختلفوا في البرامج اللي حاطينها في سبيل المصلحة العامة، هم في النهاية عندهم مصلحة الولايات المتحدة قبل كل شيء فوق كل شيء. كل واحد فيهم بيجتهد بطريقته، بفكره، بالخلفية، الباك جراوند اللي انطلق منها في حياته منذ طفولته، بغض النظر شو العوامل اللي قولبت القالب اللي هو فيه هلا. نفس الشيء هون بالأردن، احنا الانتخابات النيابية قربت، والمرة هاي في كوتا حزبية، وفي قوائم محلية مغلقة، في قوائم مفتوحة اللي هي الكوتا الحزبية. لسه يعني لسه الموضوع بأوله، لساتنا يعني سنافر. موضوع انك انت تقدم برنامج هدف المصلحة العامة، لكن اذا احنا ما خطينا هاي الخطوة
يمكن بدنا نخطيها او نخطوها. فالديمقراطية مش موضوع انك انت آلية انتخاب بقدر ما هي فلسفة هدفها المصلحة العامة. وبالتالي لما قيم المواطنة عند المواطن تكون عالية وعلى مستوى فكره والترجمة للتعليم اللي هو تعلمه، آنذاك حين ذاك عند ذاك المواطن بصير يفكر انه يصوت للمرشح اللي هو يعتقد انه هذا المرشح كفؤ بما فيه الكفاية حتى يطبق البرنامج اللي عم بطرحه في سبيل المصلحة العامة. وبالتالي بغض النظر عن الطريقة اللي انت ممكن ترشح فيها هذا المرشح او تزكي فيها هذا المرشح او تصوت فيها لهذا المرشح، انه انت يا عمي خلاص انت مرشحي، احنا بيهمنا في النهاية المصلحة العامة. الديمقراطية، اوكي، كلمة ديمقراطية معناها حكم الشعب، ديموقراطي قراطية حاجة زي هيك، واوكي ديمقراطية انه حرية، اني بختار اللي بدي اياه اوكي على راس وعيني. لكن لما الاغريق توصلوا الها، ما توصلوا الها وكان في عندهم خلينا نقول موضوع القبلية وموضوع التعصب الديني وموضوع حتى يمكن التعصب الطائفي أو التعصب المناطقي أو. ليش؟ لسبب بسيط جدا، كان التعليم في هذيك الأيام بمقاييسه هذيك الأيام كان منتشر عندهم. ما كان في عندكم السفسطائيين دايرين على رأسهم بشوارع أثينا ويجادلوا أي واحد ويحاولوا يعلموا الناس، وهذه موجودة أنت بتقدر تستنبطها هاي الأشياء من محاورات أفلاطون، كتاب الجمهورية مثلا، لا عفوا، من محاورات أفلاطون. فكان الإغريق في هذيك عم يكفي إنه الإنتاج الفلسفي اللي طلعوا فيه كما ونوعا. فالتعليم بمقاييسه في هذيك الأيام 400 سنة قبل الميلاد أو 500 سنة قبل الميلاد كان منتشر في أثينا. تقدر تقول عن الإغريق كانوا مثقفين إلى حد ما بمقاييس المثقف في هذيك الأيام. وبالتالي كان الإغريقي لما يروح يصوت أو ينتخب ما كان يفكر إنه هذا ابن عمه ولا ابن خاله ولا ابن، لا، كانوا واصلين لمرحلة إنه وين مصلحة أثينا احنا وراها، انت شو بتقول هيك يلا كويس، انت شو بتقول لا هيك لا 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 انا مش مقتنع بكلامك خلاص اتفقد. ونقاشات و اقروا كيف كانت الاجواء انذاك. وفي نقطة ثانية، مجتمع الاغريق في هذيك الايام كان يعني من ناحية مادية بشكل عام بنسبة اغلبية كان مرطح إلى حد ما، يعني هم أصلا تجار أثينا، يعني اليونانيين كانوا تجار، أحد أصلا أسباب تطورهم الثقافي والعلمي الإغريق هو التجارة. وهذا بيحكيها ويلي ديورانت في كتاب أظن مباهج الفلسفة، فرجتكم إياه مرة. فانك تيجي انت تقول ايه ما فيش داعي نشارك، وهذا مجلس النواب مش راح يقدمه لي اخي، لا يا عمي لا، شارك، انت بتشارك المرة هاي وبفرز وبتفرز مجلس النواب بهاي المرة، تمام، ممكن يعمل شيء، واذا ما عمل المرة الجاي مش انك انت تمتنع عن المشاركة لأنه أنت حاطط في بالك أنه هو ما رايح يعمل شيء، لا أنت شارك اعمل اللي عليك، هذا واجب وطني. ما تنجرف أو تغريك المظاهر البراقة لبعض المتحدثين أنه لا 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 تشارك، لا شارك. أنا الحمد لله من لما يعني بلغت السن القانونية، شوفي مرة كنت فيها بالأردن كنت أصوت، مع اني اوكي اذا بتسالني قديش تعطي مجلس النواب
كل مجلس نواب أنا شاركت في الانتخابات لإله، ممكن أقول لك 6 من 10، 5 من 10، بس هذا ما منعني إني ما قال لي أقعد ولا تشارك، لا، لأنه أنا عندي قناعة، عندي قناعة إنه أنت إذا ما تحركت غيرك ما بيتحرك، وإذا أنت ما كنت قدوة لأي إنسان آخر البلد ما بتتطور. أنا ما بقول عن حالي قدوة، لكن الفكرة اللي أنا بحكيها، إحنا في وضع نقدر نقول عنه الرمد ولا العمى، ريح الجوز ولا العلم. في عندك مجلس نواب قد ما يكون مش ديمقراطي، قد ما يكون في فانتك هون وهون، بيضل على الأقل، بيضل على الأقل اسمه مجلس نواب، ممكن يعمل شيء في لحظة معينة. التطور ما بيجي من السكون وإنما من الحركة، يعني منطق. كيف الحركة؟ إنك تشارك، والمشاركة تكون قائمة على أساس إنك أنت بتفكر في المصلحة العامة، في مصلحة الوطن. لما أنت بتفكر في المصلحة العامة بتلد حواليك، بتشوف مين المرشحين، بتشوف إنه هذا المرشح بيانه الانتخابي يعكس شخصيته ومصداقيته وموثوقيته، إنه هذا قادر على خدمتك وخدمة الوطن، صوت له. أما أنا أظل أصوت لابن عمي وابن خالتي وابن عمتي وابن عمتي أمي مثلا، أو 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 ما شابه ذلك. يا سيدي بلاش، في أميين ممكن يكونوا أشطر وأنبه وأذكى من واحد معاه دكتوراه. الشخص اللي قدامك قادر على خدمتك، قادر على خدمة المواطن، قادر على خدمة الوطن، عنده فكر معين، صوت له. مش إنك تمتنع عن المشاركة، أي عمره ما راح يعملوا شيء، لا. هاي أسطوانة مشروخة، هاي أسطوانة ما بلفها إلا اللي بده مضرة البلد، ما بده مصلحة البلد. الدول الثانية قاعدة بتحسدنا على مجلس النواب على اللي بتشوفه على القنوات الفضائية فقط. مجلس النواب عم بينجز، عم بيعمل لك قوانين، أوكي، في نوعا ما تحكم، في نوعا ما سيطرة، في من هيك، أنا ما بنكر، واللي بنكر يعني، لكن هذا لا يعني إنك أنت تقول هذا مجلس نواب فاشل 100%، لا، أو إنه تقول ما في منه فايدة، لا. أوكي، النواب إلهم رواتب وإلهم امتيازات وإلو، بس يكون عندك مجلس نواب ولا إنه ما يكون عندك مجلس نواب، ريحة الجوز ولا العدم. لأنه لاحظ أنت كيف بلشنا بال 89 واليوم إحنا 2024. بال 89 لليوم ما كان في عندنا أحزاب في البرلمان، الآن صار في عندك كوتا حزبية. إذا صح، المواطن رح يتثقف مع الأيام إنه يصير ويتبرمج مخه إنه يصوت للأحزاب اللي عنده قناعة إنها هي ممكن تمسك الدبة وتدير البلد لما فيه خير المواطن. تخفض عليه الضريبة، تزيد دخله، تزيد الدخل الناتج المحلي الإجمالي، تخفف الدين العام بطريقة ما أو أخرى. خذ مثلا لاحظرا، صين من الدول كانت المديونية عندها عالية جدا، الشعب في هذيك الدولة ما كان يائس ويقول لك إيه البرلمان مش عامل إشي، لا، كان يظل يشارك، إلى أن في يوم من الأيام إجاهم حزب شال المديونية، صار يداين صندوق النقد الدولي. وخلينا نقول على بلاطة تركيا أيام أردوغان، معني أنا بكره أردوغان يعني كل هالعمى. تمام إخوان، في بس نقطة عشان اللي يعني بتفلسف وبتفدلك وكذا، في واحد بيقول لي يا زلمة أنت بتسب على حماس، بتسب على العدو الصهيوني، وبتسب على حسن نصر الله، وبتسب على الفرس، وبتسب على بعض أنت مع مين؟ يعني أنت ما خليتش صاحبي لك. هذه ضريبة المحايد، هذا الثمن اللي بيدفعه المحايد اللي ما عنده هدف إلا أنه يذكر الحقيقة كما هو يراها. ألا ممكن أن تكون رؤيتي خاطئة، لكن أنا هيك بشوف. هاي ضربته، هذا أكبر إثبات أني أنا محايد. للي بيقول لك لا، هذا الزلمة عنده أجندة
وبدفعوا له وبورقوا له، وانا لو بدفعوا لي وبورقوا لي كان هسه عندي كونديشن، على الاقل بالغرفه مشغله وعلى البارد مستريح بعمل فيديوهات. خلاص عاد بكيف بقى، روشت مخنا يا زلمه. طيب دقيقه عن اذنكم بس خليني اشرب لي شفت الشاي. يا سلام ولا بالاحلام، كله تمام زي الحمام. يعطيكم العافيه وتشوفوا جاج ماشي حافيه طاط.